بغيت السجن. من غير السجن ما ارضى باي حل. بغيت لي السجن. واش عرفتوا شنو هو السجن؟ بغيت لي السجن. بغيت لي السجن. اصحابي كنخراو منها وكصحابي كنسترزقوا منها وراه حليتها شحال هادي. يا ولد الشنوية أتحداك كملك بالخليج كملك بالإمارات يمكن شي 10 سنين. إذا كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 13 من حلقات إسطنبول باي نايت. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا حول تفاصيل اعتقال ولد الشنوية. كذلك غادي نشوفوا كيفاش أنه تستمر في هذه الأثناء النصب وعملية تجميل فاشلة من لدن هات صوفيا طالوني. كذلك غادي نشوفوا كيفاش أنه يستغل المثلية من أجل تجميع أموال والنصب والاحتيال على الناس وكل شيء، بالدليل غادي يكون بالصورة والصوت. كذلك الإخوة الكرام غادي نتكلموا كيفاش أنه تركيا أصبحت ملجأ يحمي مجموعة من النصابين اللي كينصبوا على عباد الله، بعد ما قمنا بواحد البحث يعني عميق في هذا الموضوع. نصابين اللي كيحتالوا على مجموعة من الضحايا داخل وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص مجال العملات الرقمية. الآن وفي هذه الأثناء الإخوة الكرام كنتكلموا حول ضحايا بالملايين اللي كاين عبر العالم، وهذا الشيء هذه الحملات ديال النصب الإخوة الكرام تقودها شركات اللي هي وهمية، وأصحاب هذه الشركات منين كيقوموا بتجميع أموال غير شرعية وغير قانونية كيلجؤوا لتركيا من أجل الحماية. إذن الإخوة الكرام كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 13 من حلقات إسطنبول باي نايت، ونتلقوا مباشرة بعد الفاصل. إذن ونعود معكم مرة أخرى في هذه الحلقة للحديث حول الأحداث اللي كاينة في الآونة الأخيرة وكيفاش أنه تستمر عمليات النصب والاحتيال فيما يخص عمليات التجميل والشفط اللي كتم في تركيا، خصوصا حينما كنتكلموا على أنه خلال هذه الشهور كاين برنامج اللي سميتو إسطنبول باي نايت اللي كيفضح واحد العالم ديال الليل، وكيفاش أنه كيتنصب على مجموعة من الضحايا في العمليات ديال هوليوود سمايل والعمليات التجميلية بشكل عام، اللي بزاف الناس لقاو مضاعفات خطيرة من الجانب الصحي واللي بزاف الناس تنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة. الآن وفي هذه الأثناء الإخوة الكرام في ظل هذه البلبلة والحملة ديال السنكار اللي كاينة من طرف المغاربة والعرب حول هذا النصب اللي كاين، ما كنش صراحة كنظن بأن هذا المدعو صوفيا طالوني غادي تكون عنده في هذه الأثناء عملية تجميلية فاشلة اللي غادي تضربه مرة أخرى واللي غادي تكشف الوجه الحقيقي دياله. هنا الموضوع الإخوة الكرام حول واحد السيدة اللي جابها باش أنها تدير له الإشهار، واحد السيدة اللي هي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، دار لها عملية الشفط على البطن ديالها، فإذا بالنتائج كانت كارثية، والسيدة تحول البطن ديالها من البطن ديال واحد السيدة اللي هي شابة إلى بطن واحد السيدة اللي كتبان أنها عجوز السن ديالها ربما 90 سنة. كذلك الحديث حول ضحايا آخرين اللي غادي نتكلموا، غادي نجيبوا الفيديوهات ديالهم في حلقة قادمة. وهنا الكلام حول واحد السيدة اللي هي الصديقة الروح بالروح ديالها صوفيا طالوني، واللي هي جزائرية واللي هي تنصب عليها مرة أخرى في المال وفي عملية تجميلية، واللي خرجت بمجموعة من الفيديوهات. هنا الإخوة الكرام ماذا يمكننا أن نستنتج من هذه الأحداث اللي وقعت حاليا؟ بأن هذه السيدة ما كيخافش ومستمرين في الأعمال ديالهم رغم أن هناك حديث في السوشيال ميديا. يعني حتى إذا ما كنا نتكلم حول النصاب عادي فغادي يفهم أنه من ناضت عليه البلبلة خصو يقدم واحد المنتوج اللي هو جيد باش هكذا يخرس الألسنة ديال الناس، ولكن العكس هو اللي وقع. كنشوفوا بأن حاليا الضحايا كيبانوا بشكل اللي هو متكرر. كذلك الإخوة الكرام مما يثير الشك حول المدعو صوفيا طالوني وهو الفيديو اللي كان خرج به سابقا يهدد الدولة ويهدد المحكمة بالمغرب باش أنها تصدر له واحد القرار اللي هو قضائي، بل والأكثر من ذلك أنه خرج مندفع بواحد الشكل اللي هو كبير، وخرج مندفع بواحد الشكل اللي هو متهور واثق من راسه ومتأكد بأن التهديد دياله غادي يعطي نتيجة وغادي يعطي أكل دياله في آخر المطاف. فبدأ كيهدد الدولة المغربية وبدأ كيقول لهم بأن إذا ما تصدرش واحد الحكم قضائي يعني الحقي ولصالحي فأنا غادي نخرج فيديوهات وصور وغادي ندير لكم فضيحة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن السيد مباشرة من بعد هذا الفيديو اللي غادي تسمعوا معنا بعد قليل مباشرة غادي يلتزم الصمت. فهنا كتبين مرة أخرى التعامل ديالو مع المخابرات التركية اللي كان هو سبق واعترف بها، يعني اعترف
بها بالفم ديالو كيقول بأنه كتوفر له حماية من طرف بعض عناصر من المخابرات التركية واللي كتحل جميع المشاكل اللي كيقدر أنه يلقاها طريق. فهنا على الظاهر بأن أحدا من المحيط ديالو قال له بأن راك ارتكبتي واحد الخطأ اللي هو كبير، فالتزم الصمت وخلي حتى تفوتت الحملة وغادي يكون خير. بهذه البساطة الإخوة الكرام شوفوا الفيديو. ندائي للحكومة، حكومة ديالنا، بغيت حقي، حقي بغيته. اليوم كانت المحامية في المحكمة ودابا المحامية محيها اليوم في المحكمة. علاش؟ لأنه جات أخته تقول له نعطيك 6000 دولار 6 مليون، نعطيك 6000 دولار 6 مليون 60000 درهم وطلع لنا الولد. ما حيطلع، وإذا طلع ما حسكت، أقسم بالله ما حسكت على حقي، بغيت حقي. شكون اللي تكون عنده الإخوة الكرام القدرة أنه يتكلم على أشخاص اللي كاينين داخل أسوار السجن ويقول لك ما راح يطلع؟ كيتكلم هو دائما باللغة الخليجية لأنه يرغب بأن الضحايا ديالو يكونوا من دول الخليج، لأنه هناك كيشوف بأنه كاين مال كثير، فلهذا هو يفضل الكلام يعني بالخليجي. فشكون هذا اللي غادي تكون اليوم عنده القدرة أنه يقول على شخص يعني هو يتحكم في القضاء ويتحكم في أمور أمنية على حسب تفكير ديالو، على حسب الخيال ديالو؟ هو كيقول بأن فلان ما راح يطلع، بالتأكيد هو يؤكد ذلك. وسمعوا معي شنو يقول يعني فيما بعد. قلت لا تعود مالي ولا مادي ولا شيء، بغيت السجن، من غير السجن ما ارضى باي حل، بغيت لي السجن. واش عرفتوا شنو هو السجن؟ بغيت لي السجن، بغيت لي السجن. اذا ما شفتوا في السجن اقسم بالله العلي العظيم ما نخلي حتى شي بلاصه. انا تنقولها لكم، انا الناس اللي كيتعاملوا بالرشوه نفضحهم واحد واحد، اقسم بالله لو تاخذوا منه رشوه تنفضح كل شيء بالصور. واش ما لاحظتوش بان نفس الاسلوب اللي كيستعملوا مع الضحايا ديالو حينما يعني كيبغي يسلب منهم مبالغ ماليه مهمه او لا شيء من هذا القبيل، او لا كيكون عنده يعني خلاف معهم كيهددهم بالصور الحميميه والفيديوهات؟ واش ما لاحظتوش بانه نفس الاسلوب استعملوا حينما يتعلق الامر بمؤسسات ديال الدوله؟ قال لهم بان عن فضحكم بالصور وعندي الدليل وعندي كل هذه الامور، وبدا كيدخل في امور اللي ربما غادي تمس بعض الموظفين على حسب الكلام اللي كيقول هو. يعني هنا الاخوه الكرام كخلاصه غير باش نخرجوا كاستنتاج بان هذا راه الطبيعه ديال الحياه اللي كيعيش فيها، والنفسيه عنده تتكلم بانه يستخلص قرارات يعني بالقوه وبطريقه اللي هي معينه اللي كيمشي عليها على طول المسيره ديال الحياه ديالو، وهي التهديد والابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية وبمواد اللي هي إلكترونية حينما يتعلق الأمر بفضائح، صور، فيديوهات. وهذا هو الشغل الشاغل كان في الماضي ديال حمزة مومبيبي، واللي كان كيتدرق يعني مور الحساب ديال حمزة مومبيبي. أخاف من حدا، أخاف من الله. أنا تقولها لكم، بغيت حقي، وحقي ما بغيتو مادي. المادي أنا بشتغل بكتافي وأجيب فلوس الحمد لله، 6 الصبح وأفتخر فيها، كان نوض مع 6 ديال الصباح والسجن. واليوم اذا ما دخل السجن اقسم بالله عندي الشهى. انا كنتظر المحكمه اليوم، وانا خويا كاين في المحكمه والمحامي كاين في المحكمه. هذا الاندفاع الاخوه الكرام والتهور ويقسم بالله. تخيلوا معايا شي شخص يقسم بالله الا ما دخلش للسجن غادي ندير، وكيهز يدو للسما وكيحطها للارض. بمعنى هذا الاندفاع والتهور ما يكونش مجاني، يعني ما يكونش الانسان كيتكلم مجاني كيقول هذا الكلام وما عندوش خوف انه كيرتكب جريمه على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا عنده شي حاجه بين يديه، هذه رقم واحد. رقم جوج، شنو اللي خلى ان هذا السيد هذا التزم الصمت بعد ما نشر هذا الفيديو؟ يعني هذا التهور اللي جاب واحد الشكل اللي هو مندفع وقوي ومتهور، السيد التزم الصمت مباشره من بعد هذا الفيديو. احنا نعلم بان الشخص اللي ولا عنده التهور والاندفاع شيء عادي وشيء تلقائي في الحياه ديالو، فمن الصعب انه يسكت من غير انه اذا ما كانت يعني اشياء او التعليمات من عند الاسياد ديالو. يعني السيد بكل بساطه تلقى تعليمات من عند الاسياد ديالو اللي هو عنده معاهم طبيعه الحال حوار في الخفاء، قالوا له التزم الصمت وفي النهايه غادي تجيك اخبار اللي هي مفرحه. وحنا هاد تركيا او لهاد الناس اللي كيساعدوا من المخابرات التركية عاد غادي نبينوا لكم الخطورة مرة اخرى غير باش يفهموا الناس. راه ملي كنتكلموا اسطنبول باي نايت لا نتكلم حول الاشخاص ولا نتكلم حول الافراد، راه كنتكلموا حول واقع الليل، عالم احداث افعال اجرامية
اللي ممكن تهدد الحياة الشخصية ديال مجموعة ديال المغاربة اللي كيمشيو لتركيا. وحسبوا معايا بلغة الأرقام منذ بداية هذا البرنامج عبر التعليقات في كل حلقة كنوضعها على اليوتيوب، حسبوا معايا كم من مغربي كتب لي عبر التعليقات والله العظيم كنت ناوي أنني نزور تركيا، والآن تراجعت على القرار ديالي بعد ما شفت الحلقات ديالك. وإحنا نعلم جيدا بما لا يدع مجال للشك بأن تركيا لا توفر الحماية الأمنية للأجانب، وإحنا هذه المسألة هذه استحضرناها بالدليل القاطع، بل أننا ما كناش بوحدنا اللي قلنا هذا الكلام، بل أن مجموعة من الأشخاص من دول الخليج، أمريكا، بريطانيا، شفنا ضحايا بالمئات اللي كيقولوا في آخر المطاف أنهم حينما لجأوا للشرطة التركية ما اتخذتش الإجراءات القانونية، لأنه بكل بساطة هناك واحد المحيط، واحد الآلة، واحد المنظومة اللي كتشغل يعني بالمسألة ديال النصب والاحتيال، والتي تطيح بضحايا يعني بالمئات، وهناك تورط ما بين عناصر أمنية وما بين هاد النصابين، فلهذا يغيب الدور ديال الأمن في هاد البلاد اللي احنا كنحضروا منها المغاربة. شحال من واحدة امرأة مشات لتما حتى اختفى الأثار ديالها، شحال من واحدة ماتت في علب الليل، شحال من واحدة مشات بسبب أنها تزوج بتركي تولى معدي عليها ومكرفص عليها تما. فالدور ديال هاد الحلقات هو معلوم ومعروف، عند الناس اللي كتعرف القيمة ديال الأشياء، وعند الناس اللي كتنوه بالأعمال اللي كنقوم بها، وكنا السباقين في العالم العربي اللي تحدثنا حول هذا عالم الليل عبر سلسلة من الحلقات. هنا الشكر بطبيعة الحال موصول لكل المغاربة اللي دائما ما كيدعمونا عبر الحلقات ديالنا، واللي كيعرفوا كما قلنا القيمة ديال الأشياء اللي كنتكلموا عليها. أنا غنتسنى شوش غيديروا معاه، والله ما يبطوا للسجن حتى ندير الفضايح، الفضايح غنديرهم، الفضايح غادي نديرهم، لأنه عندكم رشوة، عندكم رشوة في البلد، عندكم رشوة، ما بقيناش الرشوة. بغيت حتى أنا إلا شدوا الرشوة، علاش شدوا الرشوة؟ أصلا هي دم طلعت من فمها، نعطي للشرطة 6000 دولار لازم تنسجن كمان، لازم ترفع عليها قضية. خليني أتواصل مع المحامية، خليني والله العظيم. يعني كما سمعتم معنا السيد حينما يتكلم كيقول لك عندكم رشوة في البلد وأنا عندي صور، عندي فيديوهات، يعني شنو كيقصد بكل هذا الكلام؟ وإذا ما زدنا هذا الكلام مرة أخرى حول أن الزيارة عنده في العيادة ديالو اللي فيها أطباء غير أكفاء، هاد الأطباء اللي كيكونوا غير أكفاء الهدف منهم هو واحد الهامش كيعطيهم واحد النصيب ديالهم من العملية التجميلية اللي كيكون صغير، فلهذا العملية التجميلية كتكون فاشلة، وبالنسبة له هو كيبقى له واحد الهامش ديال الربح اللي هو كبير. هو تحدث عبر حلقات وعبر خارجات إعلامية ولا يجد حرجا في ذلك، يقول لك بأنني عندي زيارات اللي كنلقاها في العيادة ديالي من طرف شيوخ، من طرف أمراء، من طرف برلمانيين ووزراء في المغرب. قال هذا الكلام، قالوا فيديو بمعنى، واليوم يؤكد عاوتاني مرة أخرى هذا الكلام، كيقول لك عندي فيديوهات ديال المسؤولين وصور غادي نفضحكم إذا ما خديتوليش قرار قضائي. إذا ما جمعنا هذه المعطيات، هذا الشيء يا الإخوة الكرام كنقول لكم بأننا نتكلم حول خطر أمني، فلا يعقل اليوم شخص بهذا التهور، بهذا الاندفاع، كنشوفوا بأن أمن دولة ولا أمن دول بشكل عام كيولي بين اليدين ديالو. وفي كل مرة يعني كانت عنده الرغبة بأنه ياخذ واحد القرار أو لقرار معين ما جاش على الهواء ديالو، كيخرج وكيبدا يهدد وكذا، وكنشوفوا بأن هناك أشخاص اللي كيطبطبوا عليه وكيقولوا له التزم الهدوء إلى حين من ناخذ لك القرار المناسب. المسألة اللي هي خطيرة وأخطر بهذا بكثير الإخوة الكرام هي المسألة اللي غادي نتكلموا عليها، مسألة ديال الاستغلال ديال المثلية، وبأن هذا الشخص اللي كنتكلموا عليه بالاعتراف دياله لا علاقة له بالمثلية، لا من قريب ولا من بعيد، والعلاقة الوحيدة اللي كتجمعه بالمثلية هي علاقة مادية. حينما علم بأن المثلية ممكن أن يختبئ فيها أول شيء من أجل ممارسة عملية النصب والاحتيال، ويعرف بأنه داخل إطار المثلية ممكن يأخذ ذاك القالب ديال المثلية ثم يتلقى حماية من مجموعة من الجمعيات والمنظمات، ومن المعروف أن المثليين عندهم جهات اللي كتدافع عليهم. رقم واحد. رقم جوج، المسألة ديال أنه يختبئ في المثلية كانت بالاعتراف دياله لسنوات مضت، يقول ويعترف بأنه في الصغر دياله كان شخص طبيعي وشخص عادي، ما عنده حتى شي توجه من التوجهات اللي هو كيقول بأنها عنده اليوم. ولكن أضاف أيضا بأنه كان يعاني من الفقر، وبأن الأب دياله كان يرسل له للدراسة
المبلغ ديال 100 أورو بالمغربي 20,000 ريال. فهذا المبلغ اللي كيشوف هو أنه مكان ما كافيش، إلى حين ما غادي يجي واحد النهار اللي غادي يعرض عليه واحد الشخص اللي هو أجنبي واحد المبلغ اللي هو مهم من أجل ممارسة أشياء اللي هي شادة، فأنا غادي يقبل. ومنين غادي يشوف بأن هناك مداخل كتدخل بالسهل غادي يعترف بأنني لو اكتشفت هذا الباب لفتحته منذ زمن بعيد. إذن أنا علاش كنتكلمه؟ سمعوا معي الإخوة الكرام، أصحابي كنخراو منها وك أصحابي كنسترزقوا منها، كنا حلي جاش حال هذي واصلا نضربوا فيا هو يزيد ليا الفلوس. نقول لك شحال عطاني؟ شي 275 اورو. مازال عاقله ويل 275 اورو، انا بابا كان كيسد لي 1100 اورو 1000 درهم. اويلي هيا اللهم نعطي رزقك باش نكمل قرايتي ونعيش انا بحالي بحال الناس. عرفتي وسمح لي داك الشيء شتي ب 100 اورو. قال باش انني نعيش في حالي في حال الناس لازم انني نمارس هذه الممارسات الشاده باش انني نعيش الغنى، نعيش واحد النوع ديال الغنى. وفي نفس الوقت اكتشفت بان المداخل هي كثيره، ويعني كنت في غفله، يعني كيقول انه كان في غفله عن كل هذه الاشياء. فهنا هذا اعتراف الاخوه الكرام واضح، هنا ما كانش اعتراف واحد مره وحده، عبر حلقات اللي هي عديده دارها، عبر لايفات اللي هي عديده، يعترف بان في المرحله ديال الشباب ديالو كان شخص اللي هو عادي. ولكن الشيء الفاصل والشيء اللي غادي يغير من الحياة ديالو هو الجانب المادي، الجانب المادي اللي غادي يلقاه حينما غادي يكتشف العالم ديال المثلية. أورو دخلت 200 أورو ويا هو اللي تلغت ليه؟ عجبتني هاد الحرفة نكذب عليك؟ نعقول وين؟ عجبتني ايوه اللي تطلع في الطوموبيلة تطلع مع الطاكسيات اللي كانت المغربة نساكن كرامة 100 درهم حتى هي 100، غير هما الصرا كيعطوها بالاورو والمغاربه كيعطوها بالدرهم، ولكن قال لي كيعطيها بريال 100 ريال بالصرف. كاين شي واحد عطاها بالصرف، الصرف ما عطاهاش والو. انا في طنجه كنت كنشري مع الاباطيره ما كان غير 5000 درهم مليون، كذب عليك الكذاب. وبقى كل مره كيعيط لي مره يعطيني 200 اورو 500 اورو، المهم جبات من الفلوس مسكين فتختو. دابا يمكن مات الله يرحمه، اصلا ذاك الوقت كان قريب يموت. اذا الان الاخوه الكرام الامر هو واضح، الأمر هو واضح. ومثل هذه المقاطع اللي سمعته قبل قليل بأن الشيء اللي خلاه أنه ينتقل من شخص عادي، شخص طبيعي كيعيش في عالم اللي هو طبيعي جدا، وهو الجانب المادي، بل أنه تفاجأ ولقى بأن هذه الصورة هنا باش غادي يفهم في الداخل ديالو بأن هذه الصورة ديال أنه شخص مثلي غادي تولي عبارة عن فوند كوميرس، غادي تولي عبارة عن تجارة، فهاد التجارة خصو يروج لها بقوة. فهنا باش غادي يبدا يستغل يعني القضية ديال خالف تعرف، وغادي يبدا يدير أشياء اللي هي كتمس بالحياة الخاصة وكتهدد الحياة ديال مجموعة من المثليين عبر العالم. هاد المسألة ديال خالف تعرف اللي غادي يديرها واللي غادي يلقى على الإثر ديالها واحد الشهرة اللي هي كبيرة. وملي كنتكلموا حول شهرة اللي هي كبيرة في ذاك النطاق اللي هو كيروج له ديال المثلية، نتكلم حول مداخيل اللي هي كثيرة، يعني بطرق اللي هي مختلفة، سواء تعلق الأمر بالعملية التجميلية، سواء تعلق الأمر بالممارسات الشاذة. هنا الإخوة الكرام غادي نخلي واحد الشخص جانبا لأن عندنا ما نقول عليه في حلقة قادمة. مؤخرا قمت بواحد البحث، كما أنني قمت بواحد البحث سابقا حول شركات وهمية اللي كتقدم واحد الخدمة. هاد الشركات الوهمية تركية ولات كتبغي تمارس العملية ديال النصب انطلاقا من تركيا وتنصب على ضحايا كاينين هنا في المغرب، وهذا الشيء بطرق اللي هي إلكترونية عبر إنشاء صفحات عبر الفيسبوك، كيديروا لها حملات دعائية، يعني حملات مدفوع عليها بالمال من أجل مسألة ديال الإشهار. كيشوفوها المغاربة، المغاربة كيمشيو كيشريو ديك الخدمة. البحث اللي قمت به السابق كان حول المسألة ديال أنهم كيعرضوا على الشباب المغاربة أنهم يجيوا يدوزوا واحد الامتحان يعني في تركيا ديال كرة القدم هكذا، وكيغريهم كيقولوا لهم إذا جيتوا عندنا راكم غادي توليوا نجوم وكل هذه الأمور، وكيطلبوا لك تخلص لوطيل وتخلص مجموعة من الأمور، واحد المبلغ على ما أظن ديال 20,000 أورو لا أتذكر جيدا. وقلنا بأن هادشي كله كيدخل في الإطار ديال النصب والاحتيال العابر للقارات، كيديو لك فلوسك داكشي ممنوع تشي حاجة. كذلك هذه المرة من بعد واحد ضجة الإخوة الكرام اللي قامت ولم تقعد على مواقع التواصل الاجتماعي، هنا الحديث حول الشركات وهمية اللي كتنصب على ضحايا اللي كيكونوا بالمئات بشكل يومي، هنا يتعلق الأمر بالعملات الرقمية.
هنا ني سمعت الضحايا ترسلوا معايا في الخاص. مشيت بحثت مرة أخرى، قلبت شفت شنو كاين. غادي نلقى بأن هناك شركة اللي هي وهمية كيتم الإنشاء ديالها من طرف أشخاص اللي كاينين في مجموعة من دول العالم. ملي كتنشأ صاحبة الشركة شنو كيدير؟ كيشري المصداقية بالمال، كيمشي عند مجموعة من اليوتيوبر وأصحاب الصفحات ديال الإنستغرام والتيك توك، ناس اللي هما معروفين، كيدفع لهم واحد المبلغ مالي معين من أجل الإشهار. كيقدر يشري واحد، نقولوا حنا واحد 500 مؤثر ولا 1000 مؤثر، كيديروا له فيديوهات هي إعلانية، هنا كيشري المصداقية. من بعد الناس ملي كتسمع بأن هذه المنصات فيها الربح عبر الإنترنت وكل هذه الأمور، الناس كتنغامس، كتقول مادام أن فلان تكلم وفلان تكلم إلا أن هادشي هذا راه موثوق فيه، فهنا الناس كتدخل وكتحط فلوسها. فصاحب الشركة الوهمية حينما يجمع مبالغ مالية معينة كيجمع الحصيصة ثم يذهب إلى تركيا من أجل الحماية، اللي غادي توفر له واحد الحماية بهذه الأموال اللي جابها واللي هي غير قانونية وغير شرعية. وهنا الحديث حول مجرمين اللي هما خطيرين جدا عبر العالم، اللي قاموا بهذه العملية واللي كيتواجدوا في هذه الأثناء في تركيا بدون حسيب ولا رقيب. وهنا نتساءل مرة أخرى بأن كيف بتركيا اليوم اللي كتعتبر راسها بأنها دولة، دولة عظمى، دولة صناعية، دولة سياحية وكل هذه الأمور، وما فيهاش قانون يطبق على أرض واقع، ما فيهاش مؤسسات، المؤسسات كاينة ولكن ما كتفعلش القانون على أرض الواقع. واليوم الحملة السنكارية راه ما كيناش منا احنا فقط، يعني كرواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب فقط، بل كاينة في الخليج، في الكويت، في قطر، في السعودية، في مجموعة من الدول اللي كيتكلموا حول هذا الواقع المؤلم. وكذلك ما نساوش أننا تكلمنا في الحلقة السابقة حول شركة اللي كتبيع المواد الغذائية، يعني اللي دايرة الحوانت هنا في المغرب، معروفة الشركة التركية، واللي جبنا واحد السيدة اللي تكلمت حول الفروماج. قالت لك سيدي بأن مشيت شريت الفروماج لقيته غامل لأنهم كيسكتوا الثلاجة ديالهم بالليل. وهنا للأسف أن الشركة تعرفوا النقطة ديال الضعف ديال المغاربة، وهي أن للأسف بسبب الأوضاع الاجتماعية المتوسطة ديال مجموعة من المغاربة عزيز عليهم الأشياء اللي هي رخيصة الثمن. فهنا هاد الشركة ديال المواد الغذائية تقدم ما يطلبه العديد من المغاربة، ولكن نساو بأن نرى هاد الناس لا يخافون من الله، وكيقدموا مجموعة من الأشياء الفاسدة والمنتهية الصلاحية والسامة والغير صالحة للاستهلاك. وهاد الشيء فين غادي نعرفوا الإخوة الكرام؟ تفاعلا مع الحلقة السابقة جاتني ردود فعل عبر التعليقات اللي هي بالمئات ديال المغاربة، اللي قالوا لي شنو وقع لنا وشنو وقع لنا مع هاد الشركة التركية اللي كتبيع المواد الغذائية بالمغرب. فردوا بالكم، بارك الله فيكم، صحتكم قبل كل شيء. ثم ننتقل الابن ديال السيدة الصينية، الابن ديال السيدة الصينية اللي تم اعتقاله مؤخرا على اثر الاهانة ديالو الموظف اللي هو عمومي، مؤخرا تم اعتقاله على اثر هذه القضية. ولكن الامر ربما كاين كلام حول شكايات اخرى اللي كاينة في نفس الموضوع، الكلام كاين ولكن التفاصيل الصحيحة غادي تبان في الايام المقبلة القريبة. ولكن صراحة كتبقى كثير من الأسئلة تطرح حول هؤلاء اللي كيمشيوا الإمارات، ما نتكلموش حنا حول ابن السيدة الصينية، ولكن كاين كثير من الأسئلة اللي كتطرح حول هؤلاء. شنو كيمشيوا يديروا الإمارات؟ شنو علاقتهم بالإمارات لمدة سنوات؟ واش هؤلاء كيمشيوا سياحة؟ إذا ما كانوا كيمشيوا سياحة فهذا أمر جيد، فالإمارات هي دولة ذات مؤسسات قوية وكتوفر الأمن وكتوفر الحماية وفيها كثير ما يتشاف، فهذا أمر جيد. ولكن إذا ما كانوش كيمشيوا للسياحة كانت أمور أخرى يجب توضيح ما هي هذه الأمور وتكون مقبولة من ناحية المنطق، ماشي غير كما ربما طرحت عليه الصحفية ديال شوف التيفي، قالت له من أين لك هذا؟ قال لا أنا هادشي اللي درت اليوم من منزل وعقار، هذا ليس من أموال يوتيوب ولكنه من أموال كذا وكذا. كانت أمور صراحة غير منطقية ولا يتقبلها العقل صراحة. ثم السؤال اللي خصو يتطرح يعني في هذا الإطار نيت، كيفاش أن هذا الشخص يصرح بأنه من بين ولدات صوفيا طالوني؟ ومني كنتكلموا حول صوفيا طالوني اللي شفنا واحد الخلاف ربما اللي كان مؤخرا بيناتهم، كيقول لك حنا من بين ولدات صوفيا طالوني في دبي، فهذا اعتراف في غاية الخطورة، لأن كنتكلموا حول شخص يهدد الأمن ديال الدول، كيعترف بالمسألة ديال التجارة في البشر، يهدد أشخاص وأفراد بالحياة الخاصة ديالهم وكثير من الأشياء. فشنو العلاقة اللي كتجمعك مع هذا الشخص؟ أول حاجة لأن كاين علاقة، كاين علاقة وتبتناها في الحلقة السابقة بأنه كاين علاقة
مادية وكاين علاقة ثقة وكثير من الأمور. ثم طالوني غادي يقول واحد الكلام حول هذا ابن السيدة الصينية، غادي يقول واحد الكلام نسمعوه الإخوة الكرام. يا ولد الشنوية، أتحداك كم لك بالخليج؟ كم لك بالإمارات؟ يمكن شي 10 سنين وانت عم بتجر على البنات وتطلع وتنزل البنات. أوكي، ما لنا دخل بهالموضوع. الله يعفو عليك من الحرام ومن الدعاء. الله يعفو عنك ولد شوافة. المهم هذا مو موضوعنا، أنا أتحداك وكسر هذا المدعو صوفيا طانوني. من يوقع بيناتهم الخلاف خرج كيقول له بأنك انت راك كدير القوادة وكدير بنات الإمارات. هذا كلام خطير، وإذا ما كان هذا الكلام يعني غير صحيح وبأنه كيتهم في السيد مجانا فهذا خصو يتعاقب. ولكن إذا ما كان هذا كلام تم تحقيقه وبانت بأنه كاين أمور بالفعل يغاده يعني في هذا الإطار، راه القانون خصو يتفعل، لأن هذه أمور اللي صراحة غير مقبولة وما يمكنش اليوم شخص ما عندناش عليه أجوبة أشنو كيدير في الإمارات لسنوات. عيني ولك 10,000 دولار إذا ما عطيتها ماني صوفيا، لك 10,000 دولار بس سوي إقامة بالإمارات. يا أخي أنت بالإمارات عايش فيها 10 سنين وما تقدر تطلع إقامة، طلعها ولك 10,000 دولار. السيفيليس، الله يعافينا ويشافيكم، الله يعفو عليكم. والأكثر من ذلك أن هذا المدعو صوفيا طالوني كيقول له أتحداك دير إقامة في الإمارات، وما غاديش تقدر دير هذه الإقامة لأنك بكل بساطة أنت مريض بالمرض ديال السيفيليس، وهو مرض اللي كنتقل بطرق اللي هي شادة. ولكن كل هذه المعطيات صراحة كيبقى يجب التحقيق فيها، لأن في حال هذه الأمور لا يجب التساهل معها، لأن الاعتقال اليوم جعل إثر الإهانة ديال الموظف، ولكن الأمر ممكن يمشي الأبعد من ذلك. بسني هذا ابن الشوافة، ابن الشنوية، اللي ما بيعرف ابن الشنوية رح يسأل عليه حق دبي حق كذا، تعرفون ابن عوذ بالله قربان أيوة ما يرحم حدا. ثم الإخوة الكرام، الكلام ديالنا احنا مرة أخرى غادي نتكلموا حول ابن السيدة الصينية اللي هو حاليا متابع في حالة اعتقال، اللي صراحة أنا استغربت كيفاش أن السيد معتقل وكنشوفوا الحساب ديالو الشخصي كيتحرك وينفي كل هذه ينفي بأنه تم اعتقاله، وكنشوفوا الصحافة بأنها كتتكلم حول حالة اعتقال. يعني هنا ما احنا ما ندخلوش في هذه النقطة هذه بزاف، ما غاديش نفصلوا فيها، ولكن كاين واحد الأمر مادام أننا احنا في إسطنبول باينات كنا بدينا تكلمنا حول النصب اللي كيتم من طرف مجموعة من الأشخاص اللي كيتواجدوا بتركيا، واللي المغاربة فهموا القيمة ديال الأشياء اللي كنتكلموا عليها، وفهموا الخطورة ديال الأمر، وفهموا بأنه كاينين ضحايا مغاربة مساكن كيمشيو تما، إما كدار بهم في العلب الليلية، يا إما كيتنصب عليهم في الأموال ديالهم مقابل عملية جراحية وتجميلية. كثير من الناس اللي كيكونوا واقفين على أبواب الحاجة ديالهم كطرى لهم أشياء اللي هي مأساوية. فهما فهموا هذا الجانب التوعوي من الحلقة ديالنا، ولكن في نفس السياق وبالتوازي مع البرنامج ديال إسطنبول باي نايت شفنا هذا المدعو ابن السيدة الصينية أنه خرج في واحد الفيديو يروج لمسألة ديال الشيشة، يروج لمسألة ديال الشيشة، كيقول بأنه كاين واحد الشركة تركية فكتبيع المعسل ديال الشيشة وكيدير لها الإشهار، رغم أننا كنعرفوا بأن هذا الأمر ديال البيع ديال المواد اللي كتدخل في الشهادة ديال التدخين راه هناك قانون اللي كيأطر هذه المسألة، وأن هذه التصرفات هي ممنوعة من ناحية القانونية وتعتبر جريمة. نشوفوا الإخوة الكرام الفيديو. شو كيلو ديال المعسل اش خليت؟ واحد المعسل واعر، انا جبت لكم واحد المصنع كبير، مصنع خرافي، مصنع اللي كبير كاين في تركيا، كنت خديت عندهم من المعسل من الامارات، كانت واحد صاحبتي تتشيش هي وراجلها وليداتها، اختي اللهم هي ولا الكار، قال لك شني الشيشه الدريويشه، حاولنا في بعضياتنا راه العالم تيشيش، كلشي الناس تيشيشوا. ماشي بغيت ندوي لكم على ارض المال، اطلب من عندهم الكونتيتي مالي القهوي شي حاجه. هو كيقول بانه ملي كان في الامارات شرى هذا المعسل التركي في الامارات. شنو علاقه تركيا بالامارات؟ اشهار كيكون المقابل ديال الاشهار كيكون المقابل ديالو هو الفلوس، لان ما كاينش شي اشهار فابور، يعني الفلوس تقدر تجي من تركيا. وهنا كاين واحد الباب اللي ممكن يتفتح ويعطينا مجموعه من الاجوبه، لان اول حاجه احنا علقنا على هادشي لانه يخالف القانون المغربي، ثاني حاجه لا يقبل يعني في اطار الوطنيه اللي كتحرك في المغاربه، ولد السينكار ديالهم والحمله ديالهم اللي كاينه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ما عجبهمش الحال من النصب اللي كيجي من الاتراك، من بعض الاتراك ليس الكل، ما يمكنش اليوم نجي ونخالفوا القانون بهذه الطريقه، والاكثر من ذلك نروجوا
السلعة اللي هي تركيا في ظل حملة ديال السنكار ديال العالم، ماشي نقول لك غير ديال المغاربة. راه عندهم اللوغ واعر واعر، انا واخد دابا النكهة ديال العلكة بالنعناع، عندهم جميع النكهات. هذا راه صدقوا لي المرة الاولى راه سالة، دابا راه سالة، راه كيلو بقى فيه شو بقى فيه غير شوية. الفيديو الاخوان الكرام كما شفتوه حنا ما نحكموش، حنا عطينا تساؤلات، نتمنى نلقاو على اجابات السيد روج هذه المسألة ديال المواد ديال التدخين. فيها نص كيأطر من ناحية القانونية شيء يخالف القانون بشكل هو كبير جدا. المسألة ديال الإشهار لشركة تركيا كيعني ما كيعني إلا شيء واحد، بأن اللي دار الإشهار للشركة اللي هي تركيا كتجي الأموال من تركيا مقابل هذا الإشهار. المسألة اللي ممكن يكون عندها معاني اللي هي كثيرة، المسألة اللي ممكن يكون عندها معاني اللي هي كثيرة ومتفرقة. المسألة هنا واضحة، لا نحتاج لتفسير فيها، لأنه كاين الناس اللي غادي يقدروا أنهم يجاوبوا على هذا الشيء. إذن إلى هنا الحين الإخوة الكرام، كنتوا معنا في الحلقة 13 من حلقات إسطنبول باي نايت. لا تنسوا الضغط على زر لايك، تخليونا التعليقات ديالكم. نتلقاو في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.